بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، يشترط في العوضين أن يكونا معينين، ولا يصح الترديد. شلون يعني؟ هالشكل، أبيعك أو بعتك الكتاب بدينار، خلص هذا الكتاب وهذا الدينار، هذا يسموه تعيين. مرة لا، شو يقول له؟ يقول له أبيعك، سيقول له أو ما يقول له، المهم القصد على أي حاجة، يعني بعتك هذا الثوب أو هذا القميص بدينار، فصار صار المبيع مردد بين شيئين، مو شكل؟ بعتك هذا الثوب أو هذا القميص، هاي السيارة أو هاي السيارة مثلا، هاي الزولية أو هذه الزولية، مو صحيح. بعد لا، بعتك الزولية لو بدينار لو بدينارين، هنا وين الترديد؟ مو بالمبيع وإنما بالثمن، مو شكل؟ هذا هم يصح. بعد أكو شغلة ثالثة، ها هاي الحاجة، بعتك هذا الثوب أو هذا الدينار أو هاي الثلاجة أو ما شابه، بعتك هذا الثوب بدينار نقدي بدينارين فقدي، هاي شلون؟ هاي أكثرهم نفس الشيء، هم ترديد، هذا شخصها لو فقدي لو نقدي، شخصها خلي يكون معين، بعتك بدينار نقدي خلص بعتك بدينارين فقدي، هاي خلص. اما لا والله، بعتك الكتاب او الثلاجه او ما شابه او هذا الثوب بدينار نقدي ودينارين فقدي، هذا مو صحيح. واللي يصححه من الفقهاء، اكو بعضهم يصححوه يقول ماكو مانع، بس شلون يصححوه؟ بالك يمي، خل اعيد المثال، بعتك هذا الثوب بدينار نقدي دينارين فقدي، يقول تقع بدينار فقدي، كلامي واضح؟ لا اعيد بعد مره، اعيد بعد مره. بعضهم يقول بعتك هذا الثوب بدينار نقدي، سياره هاي بألف دينار نقدي بألف وخمسمية فقدي، ما يصح لأن مردد، يعني ما مشخص، يعني ما معين، أخوة واضحة؟ زين، هناك من الفقهاء من يصحح، يقول ما بيجي، لكن ماذا تقع؟ ها تقع على شكل الأقل مع الأجل، الأقل مع الأجل، يعني إيش راح يصير؟ أعيدها، بعتك السيارة بألف نقدي بألف وخمسمية فقدي، شقع ألف فقدي، ألف فقدي، ليش؟ خوفا من الربا، لا تكون زيادة. كلام واضح الآن؟ صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله.
وعلى آل بيتك المظلومين، فاز من اعتصم بحبلكم. ورزقنا الله شفاعتكم، إنه سميع مجيب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. القسم الثالث في الحديث عن هذه الشخصية المثالية، الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضوان الله عليه. وصلنا في الليلة الأمسية أن عمار بن ياسر حظي بعدة أوسمة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأهمها أن الجنة تشتاق إلى أربعة، منهم عمار بن ياسر. عمار بن ياسر كان ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وآله، وشارك في جميع غزواته إلى أن فارق الدنيا. بعد النبي صلى الله عليه وآله كان ملازماً لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، من الذين وقفوا لم يغيروا ولم يبدلوا، وممن تخلف عن البيعة مع إمامه أمير المؤمنين عليه السلام. وكان بعد أمير المؤمنين عليه السلام جاء الأول وجاء الثاني وجاء الثالث، وصلنا إلى هذه المرحلة أنه كان من الثائرين وكان من المنحرفين عن الخليفة الثالث، بحيث كتبوا ذلك الكتاب، وكانت نتيجة ذلك الكتاب أن يضرب ويصاب في بطنه رضوان الله عليه الفتك. وبعد ذلك بلغ الخبر إلى بني مخزوم وهددوا عثمان أنه لو مات من هذه الضربة لقتلنا عثمان. إلى هنا كان حديثنا عن هذه الشخصية رضوان الله عليه. زين، الآن عمار والجمل، عمار وصفين، لأن تعرفون بداية حياة أمير المؤمنين 36، البيعة 36، بايعوا منا معركة جمل منا ما بيه، يعني ما كلش قليلة يعني. وبعد واقعة الجمل مباشرة واقعة صفين، بعد صفين نهروان، بعدها قتل علي في مالا، خلصت يعني 4 سنوات وكلهم صايف في مصايف. زين، وقفة قليلة بالنسبة إلى معركة الجمل. إخواني وأعزائي، معركة الجمل تحير الألباب، كثير من الناس إذا مروا بها مروا مرور الكرام، بل واحد من الدول صار فرد حديث إلى أن وصل للجمل. إيش قال لي؟ قال لي الجمل شنو هي؟ سوء تفاهم صار بين الصحابة وبعدين الصالحة وخلص الأمر. قلت له هالشكل؟ قال لي هالشكل. سوء تفاهم صار بين الصحابة والصالحة وخلص. قلت له يا من المعلومة هاي؟ من لك المعلومة هاي؟ لحد
طبعا اذا كان هالشكل يهون الامر. ولكن لاحظ المشكله وين؟ لو جاء المسلم اريد من اهل الفضائيات او اهل الحق اهل الانصاف ان يقفوا هذا الموقف بتامل بس يعاين، يعني لو كان احد الحاضرين في واقعه الجمل شو يشوف؟ حلوه هاي، هي هاي اللي تجمعنا، هي هاي اللي ما تكفر بعضنا الى بعض، هي هاي المشكله. لو جاء المسلم وكان احد الحاضرين في واقعه الجمل شو يشوف؟ يقف بالنص، ماذا يرى؟ يرى صفين من المقاتلين والصفان صحابه، الصفان لا اله الا الله، الصفان يصلون، الصفان يصومون. شو مصيبة هاي؟ لا مو هاي الحكي، مو هنا الحكي، هنا إذا نظر إلى جهة الشمال راح يشوف عائشة أم المؤمنين، وراح يشوف طلحة ابن عبيدة، وراح يشوف الزبير ابن العوام، وراح يشوف مروان، وراح يشوف وراح من هالجانب هذا. زين ذول الصحابة بارزون، يعني مو زوجة النبي، عرض النبي وبنت الخليفة الأول. زين إذا رأى جانب اليمين راح يشوف، راح يشوف علي بن أبي طالب، أي واحد شو راح يشوف؟ هنا أنا راح أشوف البلاء المبرم. إيه إخواني، الناس عرفوا الحق من خلال عمار، ما عرفوا من علي بن أبي طالب. سيجينا عمار كلش مؤثر، كان عمار كان تأثيره أكثر من علي عليه السلام. سأبي لك إياه. إيه كثير من المسلمين ظهر لهم الحق من خلال عمار بن ياسر، مو من خلال علي عليه السلام. شوف المظلومية. زين من هذا الجانب عمار بن ياسر، من هذا الجانب محمد ابن أبي، يعني أخو يتعارك ويا أخته. نال حكاية. شوفوا محمد ابن أبي بكر أخو عائشة، ابن الخليفة الأول من هذا الجانب، سيدا شباب أهل الجنة من هذا الجانب الحسن والحسين، محمد ابن الحنفية من هذا الجانب، حبيب ابن مظاهر من هذا الجانب، مالك الأشتر من هذا الجانب، هاشم المرقال من هذا، كلهم من هذا الجانب. زين السائل المسلم ماذا يحكم؟ ماذا يقول؟ شو يسوي؟ يلا زين نحن نقول بكلمة إنصافية وإنصاف، نقول يا مسلمون باعتراف كل المسلمين على الإطلاق علي بن أبي طالب رابع. سيارة الحكاية هاي تمام له، لا باعتراف كل المسلمين الخليفة الإمام الرابع هو علي بن أبي طالب، خلص سيارة الحكاية بعد. فالذي يخرج على إمامه انتهى الأمر بعد. ليش؟ يعني ما أدري، يعني سلمان ابن عمي ألفة ولفة ويا سلمان، أنا صير واقعي سبع، أنا عمارة عارف أنا شنو بعمار، صار مسلم لو صار كافر أنا شنو؟ أنا شنو بعمار؟ أنا شنو بس؟ صار رسول الله نبي بطل ما آخر، رسول الله بعد وما أدراك ما سيد الخلق. أما أن ذولا ناس عادي، ناس سلمان إنسان عادي، عمر إنسان عادي، هيك خلي يصير حتى نتقارب، نتقارب إذا هذا تقدس وأنا أقدس هذا، وإذا قست هذا كفرت، وإذا مشكلة. أما إذا صار عادي عادي إنسان، هذا أبو بكر، هذا عثمان، هذا مالك، هذا ابن الحنفية، وهذا وهذا وانتهى الأمر. شو يبقى؟ شو يبقى؟ يبقى نحب هذا ونبغض هذا. دليلك، دليلك خلص. بينما لو فرضنا القداسة لي قدام مسبقا تنخلق ألف مشكلة. هي هاي المشكلة، لي قدام يجعل القداسة، ما يصير. القداسة خليها لرسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو محل وفاق. أما لما تخلي بالميزان، تعال الميزان عمي إمام المسلمين باعتراف المسلمين علي بن أبي طالب، ذولا قاتلوا إمام زمانهم فضها، صير جريء، صير سبع. شنو الجواب؟ هاي ما أدري بيها، ما شايف أنا، أنه إذا وصل الخلاف والقتال بين الصحابة قال رسول الله غض النظر حسابهم على الله. هيك يعني صدوق؟ صدوق يا شيخ؟
فالخلاف اللي كان بين رسول الله والمشركين هم ما تخلي يوم القيامة، خليه نفس الشيء، يعني مو يكون نافذ في كل مكان، يعني بس هالأمور هاي، وشوف المصايب اللي صراحة بقول لك واحدة واحدة. هاي من جملة المؤاخذات من أتباع أهل البيت على المدرسة المخالفة، أنه لا يقال الحق. لما توصل النوبة لعلي توقف خلص، مع العلم إمام رابع، خليفة رابع. سوين بيت الشاهد عمار بن ياسر من جانب علي بن أبي طالب، عائشة وطلحة والزبر من ذلك الجانب. هذا الأثر لعمار ما برز في الجمل، ليش؟ وإلا أكون على ثقة، كان يقلبها عمار قبل ما يقلبها علي بن أبي طالب. ليش؟ ما قتل عمار في الجمل، وين قتل؟ أثر بصفي، قلبها قلب. صراحة بقول لك إياها. إذن من المشاركين عمار بن ياسر في واقعة الجمل، التفت الإمام حس، قال له عمار مالك؟ الحرب أول شيء 10,000 قتيل، واقعة الجمل 10,000 قتيل كلهم أهل لا إله إلا الله بالبصرة. زين، قال له عمار ما دام الجمل حي الحرب قائمة، اعقر الجمل فإنه عجل بني إسرائيل. خليه بين ذهنك عمار، ما دام الجمل حي، هو الحكي مو يم الجمل، ها؟ ايش شلون شعر؟ الحكي مو يم الجمل هو. أوه. على كل يا عمار يا مالك، ما دام الجمل حي الحرب قائمة، اعقروا الجمل. قتلوا الجمل انتهت الحرب، بل أكثر من ذلك إخواني، أمر بإحراق الجمل. تدرون ليش؟ لأن كان البعض يتبرك ببعر الجمل، يتبرك. شوف الإعلام الأموي ماذا صنع؟ لأن الجمل كان مركوبا لفلان، يتبرك إلى أن احرقه. ليش؟ لأن لا يكون كعجل بني إسرائيل يعبد من دون الله كما فعل السامري. زين، هاي واقعة الجمل. جاءت واقعة صفين. يا إلى الله، بعد نانا المصيبة والظليمة كبرت. ليه؟ الذين قتلوا في صفين 75,000 قتيل كلهم لا إله إلا الله. هاي الكارثة وين خلوها؟ خلوها بجانب علي ابنه. ما صارت لا 25 سنة اللي قضت، ما صارت. على كل حال شغلة مدروسة. ليلة من ليالي صفين، تدرون شو يسموها؟ ليلة من ليالي صفين يسموها ليلة الهرير. مر عليكم؟ شنو ليلة الهرير؟ الهرير يعني المسلم يهر على المسلم، يعظم مثل البزازين، مثل العتوي، مثل القطة. ليلة الهرير، واحد بالليل، واحد ما يشوف الثاني. ليه بالليل؟ ظلماوي، واحد يأكل الثاني، واحد يعض الثاني. وكلهم رضوان الله عليهم. شوف شلون؟ أحد قادة الجيش في جيش علي عليه السلام منه؟ هو عمار بن ياسر. قاد كتيبته، حمل رايته، نزل إلى الميدان إلى أن دنا من عمرو بن العاص. هذا الموقف الأول، اسمعه وحده وحده. قال لي يا عمرو، بعت دينك بمصر؟ كل هاي الهوسة وكل هالقتال وسفك الدماء على مود مصر؟ تبا لك، قاتلتك 3 وهذه الراية بيدك. كم بيد راية؟ قاتلتك 3 مرات وهذه المرة الرابعة ونفس الراية بيدك. قاتلتك في بدر، قاتلتك في أحد، قاتلتك في الأحزاب، وهذه هي المرة الرابعة.
سأشوفوا الأضواء وين مسلطة، على عمار أكثر لو على عمر ابن العاص. شوفوا التلفزيون والقنوات، أنت شايف شلون؟ قاتلتك 3 مرات وهذه المرة الرابعة. ثم التفت عمار إلى هاشم ابن عتبة المرقار رضوان الله عليه، قال له: يا هاشم، احمل فداك أبي وأمي، والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغ بنا سعفات حجر لعرفت أننا على الحق وأنهم على الباطل. بدينك الساعة عمار قد عمره بصفين؟ 94 سنة. عمار 94 أو 93 سنة عمار. هذا رضوان الله عليه وعمر ابن العاص رضوان الله عليه. هاي ليش؟ لأن كلهم صحابة، أما تقاتلوا أمرهم إلى الله عز وجل. في ذلك اليوم، يا يوم 9 صفر 37، ذلك اليوم 9 صفر 37 للهجرة، كان عمار بن ياسر صائما. قتال، دم للركبة، 94 سنة وصائم. صحيح. حان الإفطار، أراد أن يفطر، قال: علي بالإفطار. جاءوا إليه بقدح فيه لبن. كلامي واضح؟ قال: هذا لبن. قال له: أي لبن؟ شنو؟ أي هو لبن؟ قال: هذا لبن، هذا لبن، هذا يخو لبن. قال: ها، حضر أجلي، حضر أجلي. من أين علمت؟ قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمار، آخر زادك أو شرابك من الدنيا صاع فيه لبن، وهذا هو اللبن. عند ذلك شرب اللبن، أفطر يعني، ثم حمل على القوم. لاحظ، حمل على القوم ووقف في وسط الجيش وهو ينادي: هل من مبارز؟ لم يتقدم إليه أحد حتى قتله وصرعه رضوان الله عليه. هذا هو عمر. زين، شو نسى؟ فجاءه أبو العادية أو أبو الغادية الفزاري، هذا يقول: أنا كنت متتبعا لعمار أتحيا بالفرس إلى أن ظفرت به في صفين، فجاء إليه من خلفه وطعنه بطعنة فأرداه صريعة. لما وقع هجم عليه الفرسان، طعنوه إلى أن قضى نحبه رضوان الله عليه. ها، شوف قتلة عمار ماذا صنعت. عمار ابن ياسر لما قتل لقتلته التأثيرات التالية، شوفوا، شوف تأثير عمار أقوى وأكثر هنا من تأثير علي بن أبي طالب، وراح أبين لك السبب شنو. أول أثر، ارتد جيش معاوية، حصل إرباك، حصل شك، انقسم الجيش على نفسه وانقلبوا على أعقابهم. لماذا؟ لأن الجيش سمع عن رسول الله: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. فتبين عين الصواب أن البغاة من؟ الذين قاتلوا عمار. انتهى الأمر. هي أول حصيلة أخواني، أول فائدة من قتلة عمار. علي بن أبي طالب إيش كبره؟ شوفوا، قبل مقتل عمار في يوم الجمل كان عمار، لكن قلت لك لم يقتل، لم يتبين للمسلمين أن الحق مع علي، وإنما ظهر للجيش الأموي بأن الحق مع علي بعد مقتل عمار. ليش؟ أتعلمون لماذا؟ أنا أقول لك. أول الإخواني، التعتيم الإعلامي، التعتيم الإعلامي على علي وأهل بيته بأنه خليفة مو إمام. وهناك فرق شاسع
بين الخليفة والإمام. حتى إحنا قاعد تعبر علينا، ما قاعد نتأمل. إذا قلنا أن علياً خليفة، يعني حالة حالة اللي سبه علي، هو هاي معنى خليفة، الأول خليفة والثاني خليفة والثالث خليفة. إذا صار خليفة شنو يعني؟ يعني هالشكل كل الخلفاء الذين سبقوا علياً كانوا يقفون في خطبهم في مواقف: أيها المسلمون، إن كنت مطيعاً أطيعوني، وإن كنت عاصياً لا تطيعوا اتركوني. الكلام واضح أو قوموني. هذه العملية تنطبق على علي عليه السلام. فإذا كان خليفة فحال حال الباقين، تارة يخطأ وتارة يصيب. فمن الممكن علي بن أبي طالب في صفه من المخطئين. أما لما قتل عمار وسمعوا بأن رسول الله قال في عمار: تقتلك الفئة الباغية، تبين الحق على أن الحق مع علي من خلال قتلة عمار. يا سبحان الله، إمامنا الباقر، أخواني تأملوا، إمامنا الباقر قال لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن جدي أمير المؤمنين كان يقاتل عندكم في العراق، ولا يوجد 40 رجلا يعرفه حق معرفته. قال: سيدي، وما حق معرفته؟ قال: إمام معصوم مفترض الطاعة. كلامي واضح؟ ما يعرفوا أنه إمام، ما يعرفوا هاي اللهجة اللي نقرأها إحنا: السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجه. ماكو أنا شو معلومة، ماكو شو معلومات، لا، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، من عرفكم عرف الله، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. هالمعلومة موجودة، هالتربية فقدت. تأملوا إخواني، صاحب الجواهر، هل أعطيك المعلومة هاي؟ إذا واحد عنده الجواهر الكلام يراجع هاي واتفيتكم. صاحب الجواهر اليوم إذا ما تخوني الذاكرة جزء 21 الصفحة 12 أو 22 ما أدري، مو بالدقة. المهم في جواهر الكلام: علي بن أبي طالب هو خليفة المسلمين، دخل الكوفة، دخل الكوفة وهو خليفة. زين، لما دخل مسجد الكوفة وجد أهل الكوفة يعني المسجد يصلون صلاة التراويح، يصلون صلاة التراويح. زين، سمعنا علاقة التراويح شنو هي؟ بس على أقل تقدير مستحبة مو واجبة. زين، والمستحبة لا تجوز جماعة، الصلوات المستحبة ما تجوز جماعة، وإنما شو نصير؟ فرادة. زين، دخل وإذا بهم يصلون في مسجد الكوفة كلهم صلاة جماعة. زين، غير أبو حسين وهو خليفة المسلمين يأمر عن يأمر بالمعروف وينهى عن غير الشكل، لا، قام في أهل الكوفة خطيبا. هاي المعلومة فرد قرينة ودليل على أن أهل الكوفة مو كلهم شيعة، أكثرهم أمويون. حتى لا تقول لي شيعة الحسين قتل الحسين، شيعة آل أبي سفيان قتل الحسين، وهذا مطلب ثاني. زين، وهي واحدة من هاي من القرائن هاي. قام أمير المؤمن عليه السلام قال: عمي يا أهل الكوفة يا مسلمون، ترى صلاة التلاويح مجوز جماعة، وإنما شو نصلوها؟ فرادى. صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول: فقامت الكوفة من جميع أنحائها صاحت وسنة عمراء، وصلوا جماعة. وين صار أبو حسين؟ وين صار؟ وين صار الخليفة؟ لو كانوا يعتقدون بأنه إمام كان الموقف يتغير. شوفوا، لأن إمام أمين الله معصوم حجة كذا كذا مثل ما نحن نعتقد. أما لما يعتقدون خليفة، وخليفة حالة حال القبلة، هاي النتيجة. يقول: الكوفة صاحت من جميع جوانبها أطرافها وسنة عمراء وصلوا جماعة. يعني كلام وشر راح خلص. صار معلومة الآن؟ فإذا الأثر الأول لمقتل عمار قلبها أحصى
صار سبب إلى ارتداد الجيش الوحدة. ثانيا، صحابي جليل شيعي محترم خزيمة ابن ثابت الأنصاري، شيعي ذو الشهادتين، قريت عنه، شي يقولون؟ بل اسمعني، يقولون حضر يوم الجمل، حضر يوم صفين، بس ما حمل سيفه، ما قاتل. ليش؟ الحق مو واضح عنده. خزيمة ذو شهادته، شيعي ومن الموالي لعلي، حضر الجمل، حضر صفين، ما قاتل. لماذا؟ السبب واضح. ترى اخواني، مو بس خزيمة، ترى حتى انا وياك نعيش هاي الحالة، كن على ثقة. ترى يعني ذاك الوقت كلهم عمايل، كلهم لحى، يصلون، يصومون، صحابة يقرؤون، مو هاي الحكاية؟ مثل ما الآن، منا يصلون، منا يصلون، منا كذا، منا كذا، يسوي انت؟ فمعرفة الحق وتمييزه عن الباطل جدا صعب، صعب. فخزيمة اللي واحد منهم رضوان الله عليه، حضر صفين، حضر الجمل، ما قاتل، إلى أن قتل عمار، دقيق، إلى أن قتل عمار، قال تبين الحق، حمل السيف بين يدي علي بن أبي طالب، قاتل وقتل في صفين. الكلام واضح؟ شوفوا التأثير، تأثير عمار حتى على خزيمة وأمثال خزيفة رضوان الله عليه. هاي اثنين. الأثر الثالث، عمرو بن العاص، وما أدراك ما عمرو، رجل داهية على كل حال، إجا إلى معاوية، قال له معاوية سويت؟ قال له خير. قال له أنا بإذني سمعت رسول الله يقول تقتلك الفئة الباغية، وين أعطي وجهي؟ هاي ما بيها كل مجال. عمر بن العاص نفسه قال له معاوية، عمار قتل، وأنا بإذني سمعت يقول صلى الله عليه وآله يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وين أعطي وجهي أنا؟ رأيك شنو؟ قال له رأيي مش مدري أنا، الدهاء يمك، وأنا أستعين بيك، تستعين بي؟ شوف الكلمة التي خرجت من عمرو بن العاص، قال معاوية وددت لو مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ولا أرى مقتل عمار. شوف الأثر شلونه، وددت أن أموت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ولا أرى مقتل عمار، إن مسلماً قتل عماراً ليس برشيد. الكلام واضح الآن؟ هاي ثلاثة. الرابع، عمار أثر على إمامنا أمير المؤمنين. أي عمار، وما أدراك ما عمار، بالنسبة إلى علي عليه السلام، جاء إليه هو وهاشم المرقال، أبنهم صلى عليهما معا ثم دفنهما بملابسهما من دون غسل ومن دون تكفين، ودفنهم في ذلك المكان في أرض صفين رضوان الله عليه. زين، روايتان لطيفتان جميلتان في عمار وفي علي بن أبي طالب سلام الله عليهما. أريد الشباب يسمعون، وبلكت حتى البعيد أن يسمع هذه الأقوال التي صدرت من علي ومن عمار ومن رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية الأولى، عمار يتحدث مع علي عليه السلام، قال له يا علي، قال لي رسول الله. الكلام واضح؟ عمار يتحدث مع علي، ينقل له قول رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له، قال لي رسول الله يا عمار إن عليا مني وأنا منه. هاي واحدة. اثنين، وإنه الإمام، وإنه الخليفة من بعدي. ثلاثة، لولاه
لولاه لم يعرف المؤمن المحض، يعني المؤمن الخالص. لولا علي لم يعرف المؤمن، والأئمة من بعده من ولده وبينهم مهدي هذه الأمة. سعى مرقع ينقل لعلي هالكلمات هاي من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت لرسول الله: من هذا المهدي؟ وما المهدي؟ شوفوا أيام النبي رسول الله جاء باسم المهدي. الشيعة هاي الأدلة وغيرها عوفونا على كل حال. أنا من خلال هالأدلة وغيرها أعتقد بشخص اسم المهدي. سألت عندك هاي الروايات مو صحيحة، المهدي ماكو 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 مو لازم مو ماكو الساعة عندك ماكو عندي عفت عادي ما يراد لها كالخلاف الموجود في باقي المسائل. إيش قد ناس يختلفون؟ أنت تعتقد أكو، هذا يعتقد ماكو، عادية. هذا يعتقد يطلب، هذا يعتقد ما يطلب، عادي. إيش يسوي لها؟ على كل حال قال: قلت له يا رسول الله وما المهدي؟ قال لي: يا عمار، اسمع يا شيعي، يا عمار، إن الله عهد إلي إنه يخرج من الحسين 9 أئمة، التاسع من ولده يغيب، التاسع من ولده يغيب، وإذا كان آخر الزمان يخرج يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. هاي واحدة. اسمع الثانية. عمار قاعد يحكي ويا علي خماسيت. ثم قال لي: يا عمار، ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فاتبع عليا وحزبه، فإنه مع الحق والحق معه. فاتبع عليا وحزبه فإنه مع الحق والحق معه. ثم قال هذه الكلمة: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية، وآخر زادك من الدنيا شربة لبن أو صاع من لبن. لما جاء يوم صفين، اجى يوم صفين، عمار اجى الى علي بن ابي طالب وعمره 94 سنة، قال: اتأذن لي في القتال يا امير المؤمنين؟ قال: مهلا رحمك الله، ما اعطى اجازه. جاءه ثانيه: اتأذن لي يا امير، يا اخ رسول الله؟ قال: مهلا رحمك الله. اجى بالثالث مره، من اجى ثالث مره وقال له: اتأذن لي يا اخ رسول الله؟ بكى امير المؤمنين سلام الله، يعني ما يقدر يفارقه. بكى علي ثم نزل من على بغلته، اعتنقه وودعه رضوان الله عليه. تدري ايش قال له؟ قال له المالك، ايش قال على المالك؟ كان مالك لي كما كنت لرسول الله. وقال إلى عمار: يا عمار، نعم نعم الأخ كنت ونعم الصاحب كنت، نعم الأخ ونعم ونعم الصاحب. فالتفت إليه عمار قال: سيدي يا أمير المؤمنين، والله ما تبعتك إلا ببصيرة من أمري. أنا تبعتك من خلال بصيرة على علم. فلما قتل رضوان الله عليه جاء إمامنا أمير المؤمنين وأبنه بذلك التأبين وبكى ذلك البكاء. هذه الرواية الأولى التي تظهر منها مجموعة من المعالم التي بينتها: إمامة أهل البيت، الإمام المهدي سلام الله عليه، حقانية علي بن أبي طالب. إخواني وأعزائي، خلي أقول لكم هاي شي جملة عرضية: علي مع الحق والحق مع علي، عند الجماعة ضعيف. علي مع الحق والحق مع علي، عند غيرنا ضعيف.
لكن انا سويت اجيتها من غير باب، من غير باب. ايش دورت؟ دورت عليا مع القران، والقران ما علي، هي موجوده. الحاكم النيسابوري في المستدرك يصححه، يقول صحيح، ومحمد ناصر الألباني يحسنه، يقول حسن علي مع القرآن، والقرآن ما علي. هذا ذاك باطل منكر مع الحق، هذا صحيح، هذا بصورة غير مباشرة يوصل الذاك عدل ولا شلون يعني هالشكل؟ إذا كان علي مع القرآن، القرآن حق لو باطل؟ حق، إذن علي مع الحق. القرآن ما علي، القرآن حق، إذن لا. شوفوا يعني إما بصورة مباشرة وإما بصورة غير مباشرة، فعلى كلا التقديرين تنتهي النهاية، تكون نتيجة أن الحق مع علي صلوات الله وسلامه. وبالأخير منزلة عمار عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية، فضيلة من فضائل عمار، هاي راح بين إخواني شيعية بشيعية. أي ليش؟ لأن غير الشيعي إذا يوقف إذا يسمعها راح يقف موقف المستهزئ والكذا يسخر يعني. لي قدام راح أقول له، وأنا دائما أبين على المنبر إخواني وأعزائي، خاف واحد عنده شك أو يسخر أو يستهزئ إذا مر برواية فيها فضيلة لعلي أو لأهل البيت بدليل أو بداعي، العقل ما يشيلها. طبعا العقل ما يشيلها، اذا شالها ما صارت معجزه. كلامي واضح ولا؟ اذا العقل يشيلها ما صارت معجزه، كون العقل ما يشيلها. ولكن اللي ارد اقوله، دقق، اللي ارد اقوله، الذي يسخر او يشكك مو يسخر في المعجزه او في الكرامه، وانما في الاصل. شلون يعني؟ انت شو وقت تروح للطبيب؟ شو وقت تروح للطبيب؟ تروح من بعد ما يثبت لك أنه طبيب. أما إذا أنت شاك في طبابته قطعاً تسخر من علاجه ودوائه، أوليس كذلك؟ لما ما تعترف بطبيب تسخر لما تسخر؟ تسخر. نفس الكلام لعلي وأهل البيت، إذا تعتقد بإمامتي الكلام واضح، أما إذا ما تعتقد بالإمامة وما عندك ولاية قطعاً تسخر عندما تسمع علي سوى هالشكل أو الصادق سوى هالشكل، أمر طبيعي مثل بيت. كلام واضح الآن؟ فإذا الكلام شيعي بشيعي، الغير إذا أراد أن يسمع عليه أن يتأمل، ومو يراجع الرواية، يراجع إمامة أهل البيت، ولاية أهل البيت، خصائص أهل البيت. عن إمامنا العسكري سلام الله عليه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله يوما والمجلس غاص بأهله. أهل البيت على هاي المجالس من تربية أهل البيت، بلي، لأن لا عندهم سلطة ولا عندهم حكومة، ما عندهم إعلام، إعلامهم بما الإعلام السالفة، إيه هاي سالفة، مثل ما قاعد أسولف لك سالفة، كذلك إمامنا الرضا سالفة، بحار الأنوار من البلاء للنهاية سوالف، سوالف موعظة. قال: كان آدم، كان نوح، تمام، كان موسى، كان يوسف، كان كذا وكان كذا، وهكذا بالنسبة إلى الروايات من خلال المواعظ والقصص. فهذا أسلوب من أساليب التربية. فإما من أهل البيت إذا أنت ساكت وأنا ساكت انتهت الجلسة بالفراغ، كل شيء ماكو عدل، فلازم إذا أنت إذا تسأل أجاوبك، ما تسأل أنا أحكي حتى يحرك المجلس. وهذا هو دعب الصادق عليه السلام حسب الظروف طبعا، وهكذا بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله. فكان أصبح رسول الله يوما والمجلس غاص بأهله، قال صلى الله عليه وآله: من نفع بجاهه أخا مؤمنا. كل إنسان عنده جاه، مو يلا عنده شأنية، من واحد من أي إنسان من خلال جاهه وحيثيته وشأنه قضى حاجة إنسان آخر، يقول: فقام علي عليه السلام قال له: أنا يا رسول الله. ذكر علي عبادة. قال: ماذا صنعت يا أبا الحسن؟ سويت؟ قال له: قال: يا رسول الله، مررت
فوجدت عمارا في الطريق أوقفه يهودي. قاعد مشي أنا شفت عمار بالطريق وإذا يهودي موقف بالشارع. قلت عمار ما الخبر شبيك واقف؟ قال لي سيدي هذا اليهودي يطلبني 30 درهما. يطلبني 30، أوقفني مو من أجل 30 وإنما أراد إذلالي لحبي لكم أهل البلد. كلامي واضح؟ هذا بحجة 30 يريد يذني وموقفني وما قاعد يهدني. سبب حبي لكم أهل البيت. صار البناء أن إمامنا أمير المؤمنين أن شنو أن يحشو يا أن يشفع له أن يترجى مثلا أن يصبر له مثلا لما يهيئ 30. عمار رفض. قال له سيد يا أخي رسول الله على كل حال أجلك في قلبي أن تكلم هذا الكافر، ما حاب تحكي وياه، أنت علي وهذا كافر وأحب يردك وأنت أكبر من هذا وما أحب تتنازل بسبب هذا، ولكن أطلب منك الطلب أن تسأل الذي لا يرد أحد وهو الله. من هذا ما أريد تسأل، وإنما أريد تسأل ذلك الذي لا يرد أحداً، فاسأله أن يسدد ديني أولاً وأن أستغني عن الاستدانة. الله لا يحوجني إلى واحد. دعائك إلي أفضل مما تتنازل لهذا اليهودي. كلام حلو هذا من عمار لعلي عليه السلام. وإذا بأمير المؤمنين عليه السلام قال له يا عمار اضرب هذا الحجر الذي بين يديك. حجر مش بقى ضربه برجلك. ضربه برجله وإذا بالحجر صار ذهبا. خافوا يجي إشكال بذهنك اعطيني مجال وانا اخلص او بعدين. وإذا بهذا الحجر تحول ذهبا صار ذهب. فجاء عمار اليهودي قال كم دينك؟ دينك ايش قد؟ قال له ديني لو 3 مثاقيل لو 3 دنانير. زين القطعة الذهب أكثر من 3 مثاقيل. أكثر؟ وايد. فقال اللهم بجاه من بجاهه حولت هذا الحجر ذهبا لين لي هذا الذهب. تمو بجاهه حولت هذا الحجر إلى ذهب؟ بجاهه ايضا لين هذا الحديد الذهب. يقول فألانه الله لي فقطعت منه قطعه واعطيت حق اليهودي. ايش بقى؟ بقى ذهب. قال الهي شو باوع؟ اللهم اني سمعتك تقول ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. اللهم فأعد هذا الذهب حجرا. يا من بجاه بجاهه جعلت هذا الحجر ذهبا. يعني مثل ما الحجر سويته ذهب أريد هذا الذهب ترجعه حجر. ليش؟ لأنك قلت إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى وما أحب مالا أطغى بسببه. فعلا فعاد الذهب حجرا وانتهى الأمر. قال رسول الله من بعد ما خلص أمير المؤمنين يقول فضجت الملائكة إلى الله. لاحظ ضجت الملائكة إلى الله بالثناء عليه والصلوات على إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المشكلة وين الساحة؟ إذا يصير إشكال، إذا واحد سمعنا يقف موقف المستهزئ أو اليسخر. ها وحدة وحدة. أولاً اللي يسمع إخوان هيك روايات إذا كان مخالف فهذا من حقه، فأقول له لي قدام قبل ما تسمع هيك أخبار عليك أن تراجع الإمامة والولاية. لي قدام ثبت الإمامة تسمع هاي، أما لما إمام ماكو
يجي ألف إشكال، وكل هذا الحكي يصير ما له معنى إذا ماكو إمامة، هذا كله هيك. أما بالنسبة لنا كشيعة، دقق شوي إخواني وأعزائي، القرآن الكريم يقول عنه تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. ركز وياي، مطلب علمي لطيف يحتاج دقة. إنما أمره إذا أراد شيئا، شو يقول له؟ شو يقول له؟ أن يقول له كن فيكون. من اللي يقول؟ الله. عدل له، ركز وياي، من اللي يحكي؟ طبعا مو الحكي اللساني، لا بعد، القول اللي يتناسب مع شأنه تعالى، هذا بعد آخر، القول اللي يتناسب مع شأنه، ولو ما يتكلم باللسان زين. فالمولى يقول لمن؟ للشيء. يا شيء، بس خلينا نقول زوليه، زوليه شيء لو مو شيء، شيء لو مو شيء، شيء زين. فالمولى اذا قال للزوليه يا زوليه صير ثلاجه، تصير لما تصير؟ لا خلفتين، تصير لما تصير؟ اي مو اذا ما تصير حكينا كله خرط، ايه فاكسه يعني، كل ما جاء العقائد كلها تروح، مخلفتين. لان قاعد يقول انما امره اذا اراد شيئا، والزوليه شيء، عدل ولا؟ والقران يصيح في كل، في القران كله: انك على كل شيء قدير. بعد شنو؟ وهذا احد الاشياء. اذن المولى تبارك وتعالى عنده قدره، عنده شنو؟ قدره ان يقول لهذا الشيء يعني الزوليه صير ثلاجه، وغصبا على الزوليه ان اصير ثلاجه. هاي المقدمه الاولى. ثانيا، الهي تسمح لي فرد السؤال؟ الباب مفتوح بيني وبينه لو لا؟ اي مفتوح. شلون يعني؟ واذا سالك عبادي فاني وقال ربكم وقال ربكم ادعوني استجب. اذا الباب مفتوح، كالهي راح اسال، انا راح اسال زين. الهي هاي القدره اللي عندك، هاي القدره اللي عندك اللي حولت الزوليه الى ثلاجه، هاي القدره عندك، تقدر تعطيني اياها فرد يوم يومين؟ ها شنو الجواب؟ يقدر لو ما يقدر؟ لا، فكر واحكي. عيد بعد مره، الهي هاي القدره اللي عندك وحولت بيها هاي الشيء، هالشيء لهالشيء، حولت ان ادم عند الله تراب، مو الايه ان عيسى مثله عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال كن، فيه مو شكل من تراب زين. اذا التراب صار ادم، التراب صار عيسى، التراب صار انسان، نفس الشيء. السهمات الزوليه صارت ثلاجه. ها الهي هاي القدره اللي عندك خلقت منها ادم من التراب، قلت له للتراب كن ادم فصار ادم، هاي القدره تقدر تعطيني اياها فرد يومين؟ يولع. اذا ما يقدر راح يناقض نفسه. ليش؟ مو يقول انك على كل شيء قدير؟ اذا يقدر ثبت المطلوب. لو انا مشتبه يقدر ولا ما يقدر؟ اذا ما يقدر شلون قادر على كل شيء؟ واذا قدر ثبت المطلوب. ثبت المطلوب امكانيا يعني ثبوتيا واثباتيا ايضا. شلون يعني؟ عيسى مثلي ومثلك ما يقدر يخلق من الطين طير، يقدر؟ ما يقدر. لكن عيسى ايش قال لله؟ هاي من عندي، هو ما قال، انا اقولها. عيسى ايش قال؟ قال له الهي هاي القدره اللي عندك اللي من الطين تسوى طير، تقدر تعطيني اياها في يوم يومين؟ قال لك تفضل. قال تفضل. ايش قال عيسى؟ اخلق لكم من الطين كهيئه، ها لو انا مشتبه. فإذا القدرة الموجودة عند المولى اطها لعيسى، وقدر يخلق من الطين طير، من الطين ذهب، من الطين ثلاجة، انتهى الأمر. كلامي واضح؟ المعنى العلمي وين؟ هاي ما سامعيها إخواني. وإسا إذا الآن ما تستوعبها، العلم كون هو يتطور، هو كون يتقدم يوصل إلى هاي النقطة اللي راح أقولها. خلاص عوفين
صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله في مكان آخر بينكم، عفوا. غفر الله لكم الثانية. على كل حال من خلال تبين بعد هذه القدرة اللي عند أمير المؤمن عليه السلام مثل المقدمة اللي بينتها، المولى يقدر يعطي القدرة مالته للغير، ولا يوجد أفضل من علي عليه السلام أو رسول الله أو محمد وآل محمد. فكانت نهاية عمار هاي النهاية التي وصل إليها رضوان الله عليه. خرج علي بن أبي طالب ليلا يبحث عن القتلى فوجد من بينهم عمار بالليل، وضع رأسه على فخذه وأخذ يبكي ويؤبن وهو يقول: يا أيها الموت الذي ليس تاركي، أرحني فقد أفنيت كل خليل، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تأتي نحوهم بدليل. هكذا كان عمار بالنسبة إلى إمامنا أمير المؤمنين. هذه الجلسة لعلي لعمار، وذيك الجلسة للحسين بن علي عندما جلس عند مسلم ابن عوسجة رضوان الله عليه. كما تعلمون في الحملة الأولى عندما هجم أصحاب نزلوا إلى الميدان، من كشفت الغبر إلا ومسلم ابن عوسجة صريع. جاءه الحسين عليه السلام مع حبيب ابن مظاهر رضوان الله عليه، جلس عنده، أخذ يمسح الدم والتراب عنه. رحمك الله يا مسلم، من هم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالتفت حبيبي إلى مسلم ابن عوسجة قال: لو لم أعلم أنك في أني في الأثر لأحببت أن توصي إلي. أحب أن توصي لو لم أعلم أني أنا من وراك، أنت السابق وأنا اللاحق. وإذا بمسلم ابن عوسجة فتح عينيه قال: يا حبيب أوصيك بهذا الغريب، حبيب تريدني عن الوصية، إش بيدي حالك علي من يا وصيك بغريب الغاضرية، هذا عسيا عنا لا تقصرون. حضرات يا ابن ضاير منتي ما وصيك بعيالي وبيتي، بالعيال أولي بعزيان وعيال وصيتي. بينما وكذلك قضى مسلم نحبه فأبنه الحسين، قال: رحمك الله يا مسلم، نصرتنا حيا وأوصيت بنا ميتا. وعند ذلك خرجت جارية لمسلم وهي تنادي: ومسلما وابن عوسجة. وإذا بغيرة الحسين، شيمة الحسين، أبت أن تخرج هذه المرأة بين الخيل والرجال. أقبل إليها ورد إلى المخيم: أبا عبد الله، أبت غيرتك أن ترى هذه المرأة؟ ما ظنك لو كنت عاذرا في ليلة الحادي عشر أن ترى أختك زينب من ورائي أكثر من 20 صبي وصبية؟ هذا يقول: أين عمي؟ أين أبي؟ أين أخي؟ بقيت محيرة وأصب جبلدين إلى عباس يبرالي ولا عسين. الدمع لا يرقى مدى أزماني لرزية المذبوح والعطشان. يا الله،
اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، عجل فرج إمام زماننا شيعة علي خدمة الحسين أموات السامعين والحاضرين. الفاتحة تسبقها صلوات.